مرحبا، يعطيكم العافية. في هذا الدرس نكمل على جهاز البلاي ستيشن 4 والهاك. طبعا في الدرس الأول اللي راح أحط لكم الوصف فيه في مكان فوق، راح نكمل عن وضع الألعاب للبلاي ستيشن 4، اللي هي ألعاب البلاي ستيشن 4 نفسها. وزي ما حكينا إنه جهاز البلاي ستيشن 4 حاليا الهاك، الجهاز النظام اللي بتبله هاك هو 7.55 حتى تاريخ اليوم، ولكن حكينا انه لسه مش ثابت. فهذا الجهاز اللي احنا بين ايدينا حاليا بنعرف انه عملنا له هاك على الجهاز، على السيستم اللي هو 6.72. طبعا في ملاحظة حبيت احكي عنها، انه اذا الجهاز البلاي ستيشن 4 السيستم تاعه مثلا 6.72، وانا حكيت انه السيستم الهاك اثبت شيء اللي هو 5.05، ما في مجال نرجع لورا بالنظام. يعني اذا 6.72 ما في مجال نرجع ل 5.05 بتاتا بطرق السوفت وير. لازم يكون في عندك خبره كبيره يعني بالحام وعلى مستوى المذر بورد هالامور هاي عشان ترجع. حتى الرجوع مش شيء عملي، وما ينصح انه يعمل الواحد، لا، واحد لازم يكون عنده خبرة كبيرة في الموضوع. فخلينا نحكي انه ما في مجال نرجع بالسيستم النظام البلاي ستيشن 4 الى اقل من السيستم اللي هو موجود عليه. فاذا السيستم 7.72 ما في مجال نرجع ل 5.05، فقط السيستم اللي حاليا هو الموجود عليه او اعلى. طيب حاليا بما انه بدنا نحط العاب على البلاي ستيشن 4، زي ما حكينا في عندنا الجهاز هذا على السيستم 6.72، فبدنا ننزل حاليا لعبة مثلا على فرض الفيفا 21. اوكي، الفيفا 21، طبعا هاي الفيفا 21 النسخة العربية موجودة عندي. طبعا هذا الديسك، الألعاب ممكن تنزلها على النت، في مواقع كثير على النت ممكن تنزل منها ألعاب البلاي ستيشن 4. بس في ملاحظة بدي أحكيها، العاب البلاي ستيشن 4 زي الفيفا 21، هاي تم اطلاق اللعبه بشهر 9 2020. اوكي، بشهر 9 2020، فبتتطلب نظام سيستم سوفت وير اعلى من 7.55. ركز معي بالنقطه هاي، والجهاز حاليا السيستم تاعه 6.72. يعني حمليا اذا احنا بدنا نشغل لعبه الفيفا 21 لازم يكون سيستم النظام تاع البلاي ستيشن 7.55 او اعلى. ليش؟ زي ما حكيت، لعبه الفيفا 21 تم اطلاقها اصدارها بشهر 9 2020، ولكن جهاز البلاي ستيشن 4 زي ما احنا بنعرف 6.72. اوكي، نظام السيستم سوفت وير 6.72 وين تم اطلاقه؟ تم اطلاقه، راح احط اللينكات، راح هاي تم اطلاقه، هاي 6.72 تم اطلاقه بشهر 7 2019، يعني قبل ما تم اصدار لعبه الفيفا 21. فالفيفا 21 بما انها طلعت بعد السيستم سوفت وير تاع 6.72، فما بتشتغل الا على سيستم سوفت وير 7.55 واعلى. ولكن في حل. هو الحل ايش؟ انه حاليا انا بروح اجرب، راح انزل لعبه الباكج تاعت الفيفا 21 بدون اي فيكس، وبعدين بحكي لكم كيف ممكن نحل الاشكاليه. طبعا لعبه الفيفا كيف ممكن نحلها؟ طبعا زي ما حكيت لكم انه باكجات البلاي ستيشن 4 موجوده في النت ومعبيه النت. فانا هاي موقع موجود الفيفا في ال 20 العربي، ال 21 عربي، هاي النسخة العربية. اوكي، طبعا هاي المواقع اللي موجود فيها العاب، بس التحذير انه هاي الالعاب ممكن المواقع هاي ممكن يكون فيها شوية مواقع مقلة بالاداب او صور او امور زي هاي، فالواحد يكون حذر فيها
او يفتحها بعيد عن عيون الاطفال قبل ما ينزل الملف اللي بده اياه، او يلاقي بديل اخر ما في هاي الصوره. في مواقع عربيه كثير، فهي النسخه العربيه للفيفا، هاي نسخه اللعبه ممكن تنزلها. اوكي، نسخة اللي ممكن تنزلها، وبعدين بننزل لها التحديث، بننزل لها تحديث اللعبة. طبعا زي ما احنا شايفين، انه تحديث اللعبة 1.05، مع انه الفيفا في لها تحديثات اعلى، والسبب كالتالي. لو نروح على الموقع بتاع التحديثات بتاع البلاي ستيشن 4، وانا راح احطه كمان، راح احط الفيفا 21، اي نسخة؟ النسخة هاي اللي هي 18.9.8.8 اللي هي موجودة وين؟ هاي 19.8 اللي هي النسخة العربية. طبعا كيف بتعرف النسخة العربية؟ كيف تعرف انه نسخة الديسك اي نسخة موجودة عندك؟ اكثر من حل، اكثر من طريقة. على حرف الديسك هون راح اسوي، هاي موجودة، بس انا راح احط صورة اوضح لها لما اعمل مونتاج الفيديو. موجود الرقم الكود تاع اللعبة، وبنفس الوقت بيكون موجود على الديسك، موجود هون برضو راح اكون حاطط صورة اوضح. نرجع ل تحديث اللعبة فيفا 21 اللي هاي النسخة، زي ما حكينا النسخة العربية. ليش التحديث اللي موجود للعبة حاليا احلى اشي اللي هو 1.05؟ والسبب واضح، التحديث الجديد اللي هو 1.119 بطلب سيستم سوفت وير 8.03، بس زي ما حكينا السيستم هذا مش معمول له هيك. لو ننزل لتحت شوي، ننزل لتحت شوي، ننزل ننزل ننزل، هاي تحديث ال 1.05، ملاحظين شو السيستم سوفت وير الطالبه اللي هو 7.55، اللي هو عمليا ايش حكينا، اللي هو اعلى هاك بيقبله جهاز البلاي ستيشن 4. فلو من ننزل اخر تحديث للبلاي ستيشن 4 الفيفا اللي هو 19، ما راح يشتغل لانه بيطلب سيستم سوفت وير 8.03. ولكن في حاله انه الهاك تاع البلاي ستيشن 4 اتطور وصار مثلا يقبل نظام ال 8 او اعلى، ممكن ننزل ابديت لحد السيستم سوفت وير اللي بيقبل الهاك. يعني حاليا احنا السيستم سوفت وير حتى تاريخ اليوم اللي هو 3/5/21 7.55، ما بنقدرش ننزل الا الباتش او الابديت اللي هو للسوفت وير اللي قابل للهاك اللي هو 7.5. وهذا السبب اللي فقط محطوط تحديث لل 1.05. طيب، بما ان حكينا انه احنا الجيل بريك تاع جهازنا مش على 7.55 لانه مش ثابت، احنا عملناه على 6.72، بننزل التحديث اللي معمول له فيكس اللي بسموه باك بورت. يعني اذا متذكرين ايام البلاي ستيشن 3 بالزمانات كان الهاك على 3.55، ونزلت العاب جديده كثيره ما اشتغلتش، غير وين تغير لما نزل الابديت الجديد للهاك، وصاروا ينزلوا فيكس عشان تشتغل الالعاب على 3.55. وبنفس الوقت هذا موجود على البلاي ستيشن 4. فعندنا احنا لعبه الفيفا 21 بتقبل بتشتغل على نظام السيستم 7.55. فاذا بدنا نشغلها على هاك مثلا 5.05 او 6.72 او 7.02، لازم تنزل الابديت اللي معمول له فيكس اللي هو هذا الملف على اساس انه تشتغل اللعبه. فعمليا انت بلزمك باللعبه دائما عاده ايش؟ اللعبه نفسها اللي هي هاي اللعبه، وبلزمك الفيكس تاعها اللي بيشتغل على نظام الهاك تاعك. اذا نظام الهاك تاعك 7.55 ما بيلزمهاش ولا فيكس ولا اشي، بس ممكن تعملها ابديت. طبعا خلينا نروح على الكمبيوتر، هاي الملف، هاي اللعبة، هاي الفيفا 21 اللي عندي. طبعا انا منزل هاي اللعبة نفسها موجودة عندي، وطبعا هاي اللعبة انا عملت لها باكيجينج من الديسك، واذا معنيين في فيديو احكي لكم كيف تحولوا الديسك لباكيج ممكن اساعدكم فيه في الفيديوهات القادمه. طبعا هاي اللعبه، اذا جهازك موجود على سيستم 7.55 بيلزمك فقط اللعبه، الابديت ما بيلزمك، بس ممكن يحدث او يظبط اللعبه او يصلح بعض المشاكل في اللعبه فبيلزمك هذول. اما اذا النظام اللي عندك اقل من 7.55 بيلزمك اللعبه
الفيكس بتاعها اللي هو اللي بيشتغل على 5.5 و6.72 و7.02. اول شو بنجيب؟ اول شيء بنجيب هارد ديسك، لازم يكون عندك هارد ديسك حجمه كبير شوي انه يستقبل الالعاب. فهي الهارد ديسك مثلا عندي، اوكي هاي الهارد ديسك. الهارد ديسك لازم يكون الفورمات تاعه اكس فات، فاذا مش مفرمت بتفرمته فات اكس فات، تروح على فورمات تختار اكس فات، تعمل له فورمات لانه ملفات الالعاب حجمها كبير والفات 32 ما بتستوعبها. فهي اول نقطه، تعمل له اكس فات. طبعا هذا الهارد ديسك جاهز ومعمول له اكس فات، اكس فات تحط ستارت، انا مش راح اعمل لانه معمول. نروح على اللعبه نعملها نسخ، بنروح على الهارد ديسك مباشرة، بنحط على الهارد ديسك، بنحط بيست وبنستنى لا يخلص. هاي زي ما احنا شايفين، هي خلص نسخ الباكجات. طبعا احنا بلزمنا بما انه جهازنا 6.72 بلزمنا نسخة اللعبة والفيكس تاعها اللي شغال على 6.72. اذا جهاز الهاك تاعنا 7.55 ما بيلزمك الا اللعبه فقط، الابديت بيلزمك ولكن اختياري، ما بيلزمك اختياري. طيب حاليا خلينا نروح على البلاي ستيشن. هاي نرجعنا على البلاي ستيشن، هاي الهارد ديسك، خلينا نحط الهارد ديسك في الجهاز نشبكه. طبعا المرحلة الأولى، هي الجهاز لسه مش معمول له جيل بريك حاليا. نروح على، شايفين ما في الهارد ديسك بين، نروح على نسوي جيل بريك ونحط www زي ما حكينا في الدرس الأول. اوكي ونروح على الهن، هاي هيك الجيلي بريك اشتغل. نضغط على إشارة السوني في الإيد، نرجع نروح على الإعدادات، نلاقي هاي الديبوك سيتنجز. بما إنه حطينا الهارد ديسك في الجهاز، نروح على الديبوك سيتنجز، نروح على الجيمز، نروح على الباكج انستولر، وهي الألعاب لعبة الفيفا بينت. فعمليا اول شيء شو راح نعمل؟ راح انزل اللعبه لحالها وبعدين اجربها، راح تشوف الرساله اللي راح تطلع لانه اللعبه بدها نظام 7.55. فبنشغل اللعبه، بنشغل تنزيل اللعبه وبنستنى لتخلص تنزيل. هيو خلص تقريبا تنزيل اللعبة، اللعبة الرئيسية نزلها. طبعا اوكي هي خلصت تنزيل اللعبة، هاي لعبة الفيفا 21. طبعا ملاحظة أخيرة، انه الجهاز اذا طفيته وضبيته مرة ثانية لازم تشغل الهاك من اول وجديد. خلينا نشغل فيفا 21. طبعا ما راح تشتغل لانه نظام الهاك السيستم 6.72 واللعبه بحاجه الى 7.55 زي ما شفنا. ما هي اللعبه ما اشتغلتش. موافق، نروح على الاعدادات مره ثانيه، على الديبج سيتنجز، على الجيم، على الباكج انستولر. بدك تنزل اللي هو الفيكس تاعها اللي بشغلها على 6.72. خلينا ننزله. هاي خلص، هاي الابديت 1.5. نروح على
معلومات لو احنا ملاحظين النسخة بتاعته اللي هي 1.05. نشغل اللعبة المفروض تشتغل بدون أي مشاكل. طبعا هاي زي ما احنا شايفين انه اللعبة اشتغلت. وهذا الفيديو اجاكم عن طريق فيناتوس، واستنونا في دروس اخرى. يعطيكم الف عافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.